على موضوع برضو لا يقل أهمية، هو تضخم القولون. عايزين نعرف أسباب تضخم القولون وإزاي نقدر نعالجه، يعني وأكتر أكتر وقت مناسب نعالجه فيه إيه. برضو لو الطفل مثلا تضخم القولون هو طفل، ممكن نعالجه في وقت مبكر برضو ولا لا؟ طيب، القولون قلنا عبارة عن أنبوبة الواصلة بين الأمعاء الدقيقة وفتحة الشرج، بيسموه القولون الغليظ أو الأمعاء الغليظة أو القولون، أيا كان المصطلح اللي بيطلق عليه. بواصل بين الاثنين دول، طبعا هو اطول جزء في الجسم هو الامعاء، بعدها الامعاء الغليظه او القولون. يعني ايه تضخم قولوني او زي ان جي؟ يعني حجمه زاد اكتر من اللازم، سواء تضخم او تمدد الاثنين بيساووا بعض. امتى يحصل تضخم لاي حاجه في الدنيا؟ لو حصل لها انسداد، فنبدا الجسم يعمل عمليه تعويض للانسداد ده عشان يستوعب كميه الفضلات اللي بتنزل فيه. وظيفه القولون الاساسيه هي تجميع الفضلات واخراجها للخارج عن طريق فتحه الشرج. امتى يحصل تضخم ولا تمدد؟ اما الفتحه الطبيعيه بتاعه القولون يحصل لها سدد. طيب، القولون معانا صوره دكتور ممكن توضح لنا عليها؟ ده شوف حضرتك القولون فوق عامل ازاي، متضخم بطريقه شنيعه جدا. والجزء اللي تحت ده هو اللي فيه السدد. يعني الجزء اللي فوق سليم والجزء الصغير ده الضيق ده هو اللي فيه السدد. طب ليه اللي ورا اتضخم كده؟ لان السدد تحت مخلوش يصرف الفضلات بطريقه طبيعيه، فتضخم فوق. فهو يتضخم عشان يستوعب كميه الفضلات اللي بتنزل له من الامعاء الدقيقه ومن عن طريق الاكل. يبدا يضخم يضخم، يتمدد على اقدر يعني اكبر كم ممكن عشان يستوعب الفضلات زياده. القولون بيتكون من اربع طبقات، يعني الجدار بتاعه بيتكون من اربع طبقات ملتحمين في بعض. يبداوا يوسعهم والفواصل بطنهم تزيد عشان يستوعب الكمية اللي زي ده دي. أوكي. طيب، اللي بيتحكم في القولون ده صورة القولون بالأشعة الصبغة. يعني صورة الصورة اللي فاتت دي، لو أنت حقنت القولون من غير ما قبل ما تعمل العملية، شوف منظر القولون قد إيه حضرتك. ده طفل صغير، شوف القولون قد إيه، الجزء اللي تحت العامل زي القربة ده. كل ده تضخم في القولون عشان يستوعب السدد هنا في المنطقة الداخلية التحتية خالص، اللي يعني رفيعة اللي تحت خالص دي. كل اللي بعدها يبدأ يتضخم. أدي صورة تانية، شوف حضرتك القولون قد إيه في طفل بتاع طفل ده أكبر من القولون بتاعنا إحنا كبار. بالسادة تحت خالص، مخلي القولون كل الجزء الابيض ده كل ده قولون متضخم زياده عن اللزوم. طب ايه اللي يخليه ضخم يا زينجي؟ احنا قلنا في سدد، السدد ده حاجه من اتنين، يا سدد فتحه الشرج اصلا من بره خالص، يعني الفتحه النهائيه مسدوده، فيبدا اللي بعدها كله ضخم عشان يعوض السدد ده. ودي بتحصل في الايام الاولى من الولاده، يبان على طول لو في سدد على طول القولون نفسه هتحس ان البطن هتنفجر. لانه خلاص المخرج الرئيسي مقفول، بيبقى في انتفاخ يعني زي انتفاخ. لا، وخارجا تحس ان في انتفاخ، القولون نفسه متمدد فزق الجدار البطن قدام. مش انتفاخ تقريبا، قرب يعني الانفجار. باينه للام يعني تشوفها، اي حد يشوفها، اي حد يشوفها كبيره. لانه بعد زياده معينه يبدا الطفل يحصل له قيء، لانه ما عادش القولون مستوعب الكميه اللي موجوده فيه. طيب، نبص على فتحه الشرج، لو فيها اي تغير الدخل، لو فتحه مش موجوده اصلا، لازم تعمل للطفل ده تشوف مكانها، لو قريب نزلها في مكانها الطبيعي. طب لو مكانها بعيد وما تحملش العمليه، الطفل حالته ما تحملش العمليه، نعمل فتحه جانبيه لاخراج الفضلات، نبدا الجسم يستريح في خلال شهر ولا حاجه، ونصور اشعه بالصبغه زي ما حضرتك شفتيها. ونشوف الفتحه نهايتها فين، والقولون يبدا يهدى لحجمه الطبيعي عشان نوصله في مكانه الطبيعي. طب فتحه الشرج من بره خارجيه سليمه جدا وما عندهاش مشكله، والاتساع بتاعها مع الطبيعي. طيب بقى عندنا مشكله في القولون نفسه، يا اما الجدار بتاعه او القناه الداخليه ضيقه. معانا صوره كمان يا دكتور. ممكن تقول لنا عليها؟ ده صوره الجهاز الهضمي كل من الاول خالص. من اول ما الواحد بيبدا، ده فيديو مش صوره. الواحد ما يبدا ياكل. الجهاز الهضمي طبعا حضرتك عارفه بيبدا من اول، ده يعني لقمه عاديه اهي الواحد بياكلها، قطعه خبز مثلا. من اول اللسان تدخل البق، تدخل مجراها الطبيعي على البلعوم المريء زي ما حضرتك شايفه الحركه بتاعتها، تنزل وهي ماشيه ماشيه في المريء دلوقتي خالص، بدا اللسان يحركها. كل الانبوبه الطويله دي المريء، المريء متصل بصمام مع المعده اللي هي الجزء المتسع شويه ده، تبدا المعده تهزها وتحط على الاحماض بتاعتها وتنزل للاثنى عشر اللي بعدها. تخش في الفتره دي يدخل عليها القناه السوائل المراريه عشان تهضم. كل جزء اللي عامل ياي ملتف ده، ده الامعاء يا زينج اللي كنا بنتكلم عليها دلوقتي. شوف هي بتبدا تخش معاها الدقيقه وتاخد اسلوب الهضم بتاعها، الجزء اللي بيتمص يتمص فيها، والجزء الباقي خالص اللي بره الامتصاص اللي هو الفضلات ينزل تاني تحت خالص على الامعاء الغليظه اللي كنا بنتكلم عليها، اللي هو تضخم القولون اللي بنتكلم عليه. تمام. كل ده لسه بتتحرك جوه عشان توصل الامعاء الغليظه، الصوره داخليه من جوه اهي. والامتصاص الاهداف دي تمتص الجزء محتاج، الجسم محتاجه، والجزء الباقي ينزل في الفضلات زي ما احنا قلنا.
طيب ايه اللي يخلي القولون يبقى فيه انسداد وفتحه الشرج سليمه؟ المتحكم في القولون هو عمليه الاعصاب والعضلات. القولون فائدته تخزين وانقباض عشان الفضلات تخرج لبره. في الحاله دي بيبقى توزيع الاعصاب في القولون مش التوزيع الطبيعي. يا اما جزء من القولون ما فيش اعصاب خالص، اللي هي خلايا عصبيه مسؤوله عن استيعاب العصب اللي جاي من المخ وتنبيه ان العضله تشتغل تنقبض وتنزل ايه الفضلات بتاعتها. دي ممكن تكون مش موجوده او الاعصاب متوزعه بطريقه عشوائيه مش منتظمه بعيده عن بعض، فخلت الضعف في الانقباضات فما يوصلش القولون. اوكي. الحالات دي نشخصها ازاي؟ نعمل اشعه في الصبغه زي ما حضرتك شفتي. بيبان المنظر بالظبط زي ما حضرتك شفتيه كده. طيب عرفنا المنطقه اللي فيها العيب فين؟ ناخد منها عينه اوزينجي عشان نوصل للسليم والسليم. لان الجزء اللي في النص ده بيستأصل ونوصل الجزء السليم بالجزء السليم. اوكي. تمام؟ اما عن طريق الشرج لو الطفل صغير وحجم القولون مش كبير يبقى هي فتحه واحده من الشرج، يا اما من البطن لو كان عامل كولوستوم قبل كده يعني فتحه جانبيه، يبقى خلاص هنستغل الفتحه دي ونكمل ايه القولون ونقفل الكولوستوم اللي موجود ده. اوكي.